كيف كتغبري؟ الله يغبر بوك الشقف، الله يقطع بوكم عجدر. شدي هاد الراس سيري شويه على الفاخر. ودي انا نبغيك ما نلقاك ما تنفعيني ما تضريني كحلب الحمار، الله يلقيها لكم. شدي الراس سيري شويه. ويلي يا ماما، وما غير كتحكي معايا ولا سيرت فلاي معايا على هاد الزين كامل مقادة تبارك الله غزاله وتلقى الشعورات وانت زاده يا عيك. هات على الحمارة الخضارة وليتي كتعيفي، راه هو اللي يعيفك. ما شدي شوي الله يشوي لك مرايا وداك بنيتي، دي شدي. اه ماما ترى واقيلا طالك العقل، ولا داك شويه تاع الدم ديال الحولي اللي شربتيه دخلك مع المخ. والله واخا تشربيني في الجغمه وتمضغيني في الضغمه الا شويتو ولا شديتو في ليبيكا ولا مسيتو. الله يا بنيتي غدا نشدك ندوز عليك من العنق للعنق ونشدك الراس ديالك ونشوي في بلاصتو. شوف هي يا ماما يعطيني شبر تاع الثقه، بعدي مني بعدي مني بعدي مني يا والله وتقربي ليا تنشد صباعي ونديرو في ودنيا ونخوت وحط خويتها ونخلي الدوار كامل يجمع علينا. بعدي مني تعالي لامك انت هاجي.